إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. فزورة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. النهاردة معادنا مع عسكري المرور، عسكري مرور بس غير عادي، عسكري مرور بدرجة VIP، عسكري مرور بس موجود جوه جسمنا. أيوة، ربنا خلقه جوه جسمنا، بينظم المرور، واقف بكل قوة ونشاط ومسيطر ومتحكم بكل براعة في حركة المرور في المنطقة بتاعته. وآه لو تعب أو عيه، الدنيا هتتلخبط وهيحصل ما لا يحمد عقباه. عسكري مرور متحكم بكل قوة في حركة المرور في منطقته، ما بيسمحش أبداً بحد يمشي في الاتجاه العكسي، لأنه عارف كويس مشاكل المشي في الاتجاه العكسي، عارف كويس إنه لو سمح بالمشي عكس الاتجاه هيختلط الحابل بالنابل والدنيا هتتبهدل، عارف كويس إن الشارع اللي هو واقف في نهايته يحميه وينظم المرور فيه، لو حد مشي فيه عكس الاتجاه الشارع ده هيحصل فيه ايه. نكمل بعد الفاصل. اللي معاك الخير كله، اللي معاك الخير كله، بالصبح نقوم ونحضر له. أعزائي مستمعي برنامج فزورة لصحتك على إذاعة البرنامج العام، علشان إحنا هدفنا إننا نقدم لحضراتكم المعلومة الطبية المفيدة والصحيحة، هنقوم بعد إعلان اسم الفائز يوميا مباشرة بإذاعة الحل الصحيح للفزورة، وهيقدم لنا الحل الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي بنفسه. على صفحة البرنامج الرسمية على الفيسبوك برنامج معلومة لصحتك بإذاعة البرنامج العام، وده هيكون كل يوم بعد إذاعة الحلقة بقليل، انتظرونا. عسكري المرور الغير عادي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، عارف كويس انه لو تعب او قوته دي اتأثرت أو عضلاته ضعفت، عارف إن بسبب تعبه ده ممكن البني آدم مننا يصاب بمرض شهير ومعروف هيتعبه جدا وممكن يخليه ما يعرفش ينام الليل. أيوة، الواحد مننا لو العسكري اللي احنا قصدنا عليه وظيفته اختلت هيخليك تعيش في نار. وما أدراك ما حرقة هذه النار؟ النار اللي سببها بكل بساطة هو المشي في الاتجاه العكسي في الشارع اللي جوه جسمك، واقف في آخره العسكري ده. والنار دي ياريت بتأثر على الشارع ده وبس، لا، دي بتوصل لجيرانه في الشوارع والحارات اللي جنبيه وتتعبهم وتحير الناس معاهم وتحير الدكاترة كمان. النار دي اللي لو استهنت بيها وأهملتها وطنشتها ممكن توصل بيك لمشاكل كبيرة، ممكن توصل لحد الأورام لا قدر الله. سؤال فزورتنا النهاردة، ايه هو اسم المرض الشهير اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة اللي مرتبط ارتباط وثيق بصاحبنا عسكري المرور؟ عزيزي المستمع، لو عرفت الحل وعايز تشارك في برنامجنا، ابعت إجابتك على صفحة البرنامج معلومة لصحتك بإذاعة البرنامج العام على الفيسبوك، وأول رسالة بالإجابة الصحيحة هيكون هو الفائز، وكل يوم هنعلن الفائز على صفحة البرنامج على الفيسبوك. والجوائز مقدمة من مراكز مصر سكوب لمناظير الجهاز الهضمي والعيادات التخصصية، ومعامل المختبر للتحاليل الطبية، ومركز سيتي سكان للأشعة بحلمية الزيتون بالقاهرة.
وبكرة فزورة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.